الشمندورة. الشمندورة لقاء يجمع فناني ومثقفي ومبدع الإسكندرية من أجيال مختلفة للتلاقي والتعارف على حب الفن والإبداع. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أستاذ ياسر، إيه رأيك بمنطقة الشمندورة اليوم؟ والله يعني أحسن حاجة في اللقاء ده إن أستاذ عماد جمعنا مع الأساتذة الكبار اللي إحنا يعني محرومين إن إحنا نشوفهم يوميا يعني وكده، وجمع الكوكبة العظيمة دي. طبعا ده طبعا 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 ده أنا حتى في كلمتي بره دلوقتي بقول يا ريت الزمن كان زي ما هو، ومش عايز التكنولوجيا دي، أنا مش عايزها، أنا عايز الزمن يرجع زي زمان يعني. والله بجد الأجيال دلوقتي بتختلف عن أجيال زمان في الفن. أكيد طبعا، أكيد أكيد. إحنا كان زمان الروح بتاعتنا روح عالية قوي، دلوقتي زي ما بيقولوا يعني مش هي يعني بقى، بس مش معنى كده إن مفيش حد كويس، يعني في كويسين بس مش زي الزمن اللي فات طبعا. بس انا عايز اشكر الاستاذ عماد خطاب، لان الاستاذ عماد خطاب يعني اعطاني فرصتي زمان وانا صغير في بطولة ساحر الذهب، وانا بشكره فعلا والله، يعني اول واحد طلعني برضه على حشبة المسرح. ربنا يكرمك. شكرا. ربنا يكرمك.